تفضلي. صباح الخير. صباح النور. اهلا. اهلين. شخبار؟ تفضلي. هلا حبيبتي. شخبار؟ يا مرحبا. عساكم من عواده. تسلمين. الله يعيد علينا وعليك ان شاء الله. عزيزتي نحن كنا نتكلم بهالمقدمه وقلنا نحن قد ما تكلمنا ما بينفع الا الشيف سوزان تكون موجوده تتكلم عن الكب كيك. اولا كنا نبغيش تكونين معنا في العيد بس كنتي مسافره. مزبوط، كنت بكندا. كنت في كندا. انا بقضي اجمالا الصيفيه كلها يعني مع اهلي وبشوفهم، ومضيت رمضان كله اجمالا. وصلت يوم العيد. نعم. زين، نتكلم عن الكب كيك. اولا نحن قلنا انه كان معروف في القرن التاسع عشر في الولايات المتحده الامريكيه. نعم. يعني هو مو مرتبط بالدرجه او نقول بدرجه كبيره بالوطن العربي او الشرق الاوسط. الكب كيك ام لها علاقه فينا؟ ما أظن لها علاقة فينا، هي مجرد كيك يعني جاتو بالفرنسي، إحنا أنا بسميه بالعربي كعكي، بس على شكل مصغر، يعني ممكن يكون صغير كتير، ممكن يكون بهالحجم هذا، وانتشر ودارج هلأ صار موضة. فالكل بيعمل كب كيك هلأ، في محلات كتير عندها كب كيكس بكندا بأمريكا بدبي. صح، يعني ما في مكان الا الكب كيك، وهيها وصلت الكب كيك واحنا عم نحكي عنها. شكرا. تسلم. مين عمل لكم اياه هذا؟ مين عملنا غير شيف سوزان؟ يعني بصراحه انواع مختلفه. شيف سوزان، نلاحظ ان الكب كيك اكثر اختلافه يكون في التوبينج، فلو تخبرين يعني عملية تطبيق الزينة على الكب كيك. الزينة هو ممكن يكون التوبينج مختلف، وكمان ممكن هي المكونات نفسها تكون مختلفة. فطبعا يعني الأشكال ما في إلها حدود. مثلا أنا عاملة هون هذا على طعم، أنا دائما بعرب الإشي طبعا. تعرفني مريم، كل شيء عربي. ففيها فانيلا وماء الورد وراحة. هون عاملة كب كيك على جزر، وكمان مدخلة فيها طعم الهيل. فكمان كعكة عربية. كعكة عربية. عربية. الأشكال سوزان يعني دائما يكونون، لاحظ أنها تحمل هذا الشكل اللي هو دائري نوعا ما، ما عاد مفلطح. لكن هل هذاك أيضا كب كيك بشكل المستطيل؟ بالضبط، يعني إنه ليش لازم يكون يعني مدور؟ بالضبط، إحنا دائما ضد يعني أنا بحب الأشياء التقليدية، بس كمان حلو الواحد ينوع ويغير. يبتكر طبعا مع الابتكار. فأنا عملتها بشكل طويل، فبيني مثل كيك طويل. وهون يعني انت مفكري هاي قهوه، بس مش قهوه، كابتشينو. ايوه كابتشينو. بس هي فعلا كب كيك. انا عملتها يعني بالاول على طعم الشوكولاته، وكمان حطيت فيها طعم الهيل، ففعلا فنجان قهوه. اوكي، وحطيت عليها كريمه وزينتها بشويه شوكولاته، يا بودره يا شوكولاته سائله. وبعدين هون عندك هاي شو، قرفة؟ علامة عربية، لا شوكولاتة. شوكولاتة. في الهلال والنجمة هون. يعني أكثر ما تستخدمين على الفوم الكريم اللي موجود. تستخدمين عليها الشوكولات التوبينج. الشوكولات. في أيضا يضيفون السينمون. طبعا القرفة أو الدارسين أنتم بتسموهم. بالإمارات. شو يعني اللي يفرق بينها؟ هل يفضلها بهالطريقة أو مجرد أنه يعني شيء آخر؟ لا شيء نكهة يعني. طعم كيف لما أنت تطلب كابتشينو في أحد المحلات القهوة ممكن تحط شوكولاتة. أو القرفة. فحسب هذا بيرجع للرغبة. وإذا خلطنا الكابتشينو قصدي القرفة والشوكولاتة زين، ليش لا؟ طيب حسب الذوق. وبتعرف شو طيب كمان؟ الهيل المطحون مع الشوكولاتة بودرة كمان كخليط وشوية سكر كمان لذيذ من فوق. انا مجربه هالطريقه هاي طيبه. انا لاحظت ان كنا في امريكا. نعم. كان يعني دائما يسالونا هذا السؤال اللي هو يصعب علي انا اجابته. شو تبغي التوبينجز؟ يقول لي عندي سينمون، عندي شوكليت، عندي كذا، عندي كذا. فانا صح اختار يعني، واحتار شو احط. أيوة. فاقول له حطن كله اللي بدك اياه. انه اطلع عقب الطعم صراحه شوي غريب، لكن ما عليه. مزبوط، ما هو كثر الخيارات مرات. نعم. الواحد يضيع فيها. صح. نفس البيتزا هي اللي تضيعك. مزبوط، بس تعرف اطيب بيتزا هي اللي بتكون جبنه بندوره وريحان. انا برايي يعني كل ما كانت بسيطه الاكله كل ما كانت اطيب. مرات الزياده النكهات تضيعك. بالضبط. إذا النكهات، إذا على طار النكهات مثل ما يقول خالد، حتى الشكل الحين مو بنحن يوم نسميه كب كيك كان مرتبط لأنه في كب، هذا الكب. مزبوط. لكن الحين يوم صار بهذه الطريقة ما تغير هويته خلنا نقول؟ لا ما بتغير هويته. هلأ الواحد لما يلبس لبس مختلف يتغير هويته؟ لا، بس ما يتعرفون عليه بسهولة، يقولون أنا كيك. الحين شكله كيك يوم يكون مستطيل. مزبوط. يعني بس برضو كب كيك يعني هي الخليط نفسه. خلطة نفسها. نفس المقادير. بالضبط. إنه ليش أنا دائما بحب أغير.
بتعرفي انا يعني الاشياء اللي دائما بتنعمل بطريقه بنعملها تقليديه بحب اغيرها، بحطها بصحن طويل، بحطها بشكل مربع، ليش لازم تكون مدوره؟ دائما التغيير حلو كمان. فهذا يعني سوزان كب كيك استوت يعني لانها غير، انا اول مره اشوف كب كيك شيء. ايه بس بحافظ على اصاله النكهات الطعم يعني المكون نفسه ما يتغير بالضبط. شيف سوزان، بالنسبه للرجل اللي يحب يعمل كب كيك، ابسط طريقه لو تعطينا اياها، ابسط طريقه بحيث انه يعني ما يبغى يعني تعقيدات فيها. يعني قصدك بالمكونات؟ بالمكونات هي الكب كيك يعني الاساس، الكيك اساسا زبده طحينه. لا طحينه بدك تحط طحينه، هاي صارت قصدي قصدي طحين طحين يطبخ دقيق دقيق ايوه الدقيق اوكي الدقيق مشكله بال والزبده اوكي وسكر طبعا سكر بني او سكر ابيض مش مهم بيض وبعدين بدك مادي هذه الاساسيات هاي الاساسيات والبيكنج باودر او البيكنج سودا حسب هذا اللي بده يخليه العجنه تتفاعل وتنفش بال اللي هو يعني الخميره قصدك؟ لا مش خميره، بيكنج باودر يعني بسموه هو بودره تنحط للجاتو غير الخميره. هذه تنباع جاهزه خميره للعجين. اوكي هاي حلقه ثانيه. اوكي فاوكي كم المده اللي يعني بتحتاجها اني اصنع تقريبا 6 إلى 10 كب حبات؟ يعني بدك حوالي كوبايه ونص طحين، حوالي نص كوبايه زبده على بيضتين، يعني عم بعطيك هيك تقريبا. والمده كم بتكون يعني في الاوفن؟ بالفرن الكب كيكس عشانها بشكل صغير طبعا ما بتاخذ وقت مثل قالب يعني كبير، فممكن تاخذ 10 دقائق 10 دقائق 10 لربع ساعه. خالد شكله ناوي اليوم يحضر للبيت كب كيك في البيت. طيب ما بدكم تذوقوا؟ نحن بندوق بس هو شويه بعيد عني بس ما عليه لاحقين عليه. بس سوزان بسال يعني كيف السيده تعرف ان الكب كيك انطبخ بشكل جيد او يعني استوى شو انطبخ؟ طبعا يعني بيعود خشب بتعرفي اللي بيستعملوه للاسنان او حتى اي شيء رفيع او شوكي بتفتحيه لما يكون قريب ليستوي بتدخليها جوا وطبعا اذا ما طلع عليها اي نوع من العجين يلزق يعني عليها بتكون مستويه 100% او مرات بس مجرد لمسي من فوق لمسي على السطح اذا اصبعي ضل جوا طبعا بتعرفي انه بعد عجين بس اذا نط مثل سفنج بتعرفي انها كمان مستويه واضبط طريقه انه الواحد يمشي على العيار يعني اذا الوصفه بتقول 10 دقائق 10 دقائق التزمي فيها يعني ليلى الواحد يعني يصير يحتار وشي بس ليش اللون ما يساعد مثلا انه يعرف الواحد من خلال اللون وهو في الفرن يعني الكب كيك مش شرط انه مرات في كيكس طبعا الكب كيك الشوكولاته مش راح تعرفي انه غامق وبعدين في كب كيكس بتحبي انها تضلها لونها ابيض اشقر يعني مش كله يغمج ويصير غامق بالضبط فحسب نوعيه الكيك. مريم شكلها شو ما تسويت لي كب كيك قبل؟ انا لا صراحه لازم تجرب تفضل. لا انا صراحه انت لا بعد الحلقه بعدين بعد الحلقه بس بسالك بالنسبه للكتب اللي اصدرتيها نعم تحتوي على يعني طبخات بس للكب كيك ام اشياء اخرى؟ لا انا كتابي بتعرف مريم انا جيت هون يعني قبل هالمره وحكينا بالكتاب في كتابين واحد بالانجليزي واحد بالعربي بلف العالم العربي او خليني اقول المطبخ العربي. انا عملته 5 أجزاء الفطور الغداء المازة العشاء والحلويات فكل المأكولات العربية معمولة بشكل بسيط وبشكل حديثي بتعرفي أنا بعمل يعني بعمل حركات هيك مختلفة شوي على بعض الأكلات بس كله أكل عربي كله عربي نكهة عربية وعلى طاري الحركات يعني ما يستوي أن يخلص اللقاء بدون ما أتكلم عن الأشياء اللي يضيفينها اللي هي اساسا جايه من المطبخ. ايوه هذه هاي شوكه بالضبط انا عندي واحد مصمم بيعمل لي اياهم انا بطلب منه يعمل لي هالاشياء فهي شوكه انا اقول ما اشوفهم ترى وين ما اسير ما اشوف لا شوكه حتى اليوم ماشي ملاعب لا اليوم مش لابسه شوكه بس لابستها على ايدي فشوكه خاتم وهي طبعا المراه المفروض انها تشيل كل الحلي كل الحلي في ايديها قبل ما تروح المطبخ تروح تسوي هذا بالنسبه للكتاب الشيف سوزان طبعا نعم. لقمه طيبه مع سوزان نعم. طبعا انت حاطه الفهرس من الاول ولا حاطه في الاخر؟ بالاول هذه الطريقه الاوروبيه أيوة. اللي نحط فيها الفهرس من الاول طبعا شكر وتقدير وكثير من المحتويات ما شاء الله يعني ما شاء الله كثير من ما يحتوي هذا الكتاب طبعا انتم تكلمتوا اظني عن هذا الكتاب تكلمنا عن الكتاب وعلى فكره مثل يعني واحد مثلي انا ما ادري
فنحن نجدد يعني حق ليش لا تفضل في كل الوجبات الشامل الكتاب جدا شامل شامل. وبعدين انا لسه اصدرت الكتاب العربي من حوالي شهرين والحمد لله الكتاب ماشي منيح. وهلا كمان عندي خبر جيد بدي احكي عنه هلا في دار نشر بكندا حياخذوا الكتاب او وقعوا خلاص حياخذوا الكتاب وينشروه بكندا وبامريكا. جميل. وفي استراليا وفي نيوزيلند وفي انجلند. شو بدك ممتاز بعد ما انتشر في الوطن العربي. الحمد لله يستحق هذا الكتاب الدعم. الحمد لله. هذه البدايه. هذه شو الفطور هي الفطور وهي صوره الاجبان. طبعا احنا الصبح فنتكلم عن الفطور, عن الفطور. الغداء ما نخص فيه دقيق مع الشيف اسامه. ايوه مع الشيف اسامه. اما نحن نتكلم عن الفطور فالفطور يعني هاي طريقه الاجبان عاده الفطور الاجبان. ايوه طبعا هذه نماذج من المناقيش. هاي المناقيش الزعتر والجبنة. زعتر جبنة مزبوط. ولا بدكم معها شوية زيتون. زيتون هذا هيك منظر يعني. إنه بتعرف أنا كمان يعني اهتميت بالصور. أنا خاصة كتاب طبخ بحب الكتاب يعني كل وصفة يكون في إلها صورة ومش بس حيلا صورة تكون بتليق للوصفة كمان. فكل صورة لوحة أنا بعتبرها. أنا جبت مصورة رائعة عشان تشتغل معي وتصور لي كل أكلي بهالشكل هذا. جميل. من أي دار تم نشر هذا الكتاب؟ موتيفيت هون. في دبي؟ في دبي بالضبط. ومنو اللي أشرف على الكونتنت اللي موجودة فيه إضافة للصفر الصور؟ أنا. ما شاء الله. أنا يعني الوصفات إلي طبعاً. أنا ما خلقتش التبولي ولا الفتوش طبعاً. هاي أكلاتنا التقليدية. نعم. بس أنا بعملها بطريقتي الخاصة. وفي أكلات بحب يعني أبتكر وأعمل أشياء جديدة. بس أنا فخورة أولاً بأصلي كعربية وأنا حبيت أعمل كتاب بليق لهالمطبخ اللي أنا دائماً بفتخر فيه ورافع راسي فيه. كل التوفيق. كل التوفيق لك يا الشيف سوزان الحسيني. طبعا نحن نشكر جزيل الشكر على حضورك. شكرا معنا. وانا كثير سعيده كمان دائما بيسعدني وجودي معكم. نحن ان شاء الله بنطعم هذا الكب كيك بس بعد الحلقه ان شاء الله. لازم تذوقوا. اكيد اكيد بعد الحلقه. شكرا لك وان شاء الله دائما دائما نتمنى لك التوفيق ودائما تكوني معنا في الاطباق الجديده دائما. تسلمي لي مريم. اذا ممكن بس دقيقه اقول لك لو حدا. انا كثير عندي ناس يعني انا بعتز فيهم اللي على الفيسبوك بيج عندي بيراسلوني بيتواصلوا معي. facebook.com/اسمي سوزان حسيني بيقدروا يوصلوا او على الويب سايت بحاكيهم بالعربي بالفرنسي او بالانجليزي. اذا الى موضوعنا الذي يتعلق ببدء العام